كما عرفت عدن بأنها مدينة السلام والوئام من خلال تنوعها الثقافي والاجتماعي الذي خلق تعايشا بين مختلف المشارب، والذي بدوره هو الآخر ساهم في نشر ثقافة التسامح. كانت المدينة على موعد مع مجموعة من الشباب لإحياء فعالية هنا عدن، والتي تعد هي الأولى من نوعها في شهر رمضان. عدن مدينة ثقافية عشان نخرج بجو مختلف عن الجو اللي الناس تعيشه هذه الأيام في هذه المدينة. حبينا ننوع في حاجات في الفعالية هذه، حاجات للأطفال، حاجات للكبار. ليلة اكتمال القمر حبينا بيوم زي كذا نعمل أمسية ثقافية، نرجع في أيام عدن، أيام عدن القديمة. كانت عدن مليئة بالأمسيات الثقافية، أمسيات الرمضانية. منتصف شهر رمضان الفضيل أقيمت الأمسية الرمضانية لخلق أجواء جديدة تساهم في نشر الثقافة الإيجابية ليس لأوساط الحضور وأيضا في المجتمع ككل. الأمسية هذه مكونة من أكثر من جانب، أكثر جانب مهم فيها هو الجانب الثقافي، جانب الكتب. أكيد عدن معروفة بالثقافة وبالوعي وبالناس الواعين اللي فيها، مهما حاولوا يظهروها بأسلوب الموت أو الدم نحن عايشين. بين الأدب والفن تنوعت الفقرات بحضور ملفت ضم جميع الفئات العمرية، وجاءت الأمسية متضمنة طابعها الخاص والمقتصر فقط على مدينة كعدن. أجواء فنية وثقافية أحيا شباب عدن في هذا الشهر الفضيل لكسر الروتين المعتاد عليه وخلق أنشطة جديدة مليئة بالحب والبهجة في هذه الأمسية الرمضانية. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.